أن ترزق بمولود جديد معناها أن اهتمام شركتك بك سيتقاسمه طرف ثالث أو ربما يستحوذ عليه تماما، وليس من الغرابة في هذه المرحلة أن يشعر الأب الجديد بأنه أضحى منبوذا من قبل من كانت بالأمس القريب تغمره حبا وعشقا ورعاية واهتمام. فما السبيل الأفضل للتعامل مع الصعوبات التي تواجه الزوج على الخصوص عندما يصاب بالاكتئاب أو عندما يصبح أبا للمرة الأولى؟ حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور يوسف أبو اللبن، مدير المركز الأمريكي النفسي والعصبي. فأهلا وسهلا فيك دكتور يوسف. فيكم. بداية لو نعرف معنى الاكتئاب، وهل فعلا يمكن يصاب أحد الزوج أو الزوجة بالاكتئاب ما بعد الولادة، ولا هاي تكون حالات يمكن فردية أو حالات ليست شائعة؟ الاكتئاب هو شعور بالإحباط. نعم. مع بعض التغيرات الثانية، اضطرابات بالنوم والشهية وغيرها تصيب الإنسان تؤدي إلى تغيير في حياته. جميل. تؤثر على عمله، على علاقته مع الآخرين، على إنتاجيته، على نظرته لنفسه وإلى الآخرين. نحن بدنا نفرق هون بين أنه الإنسان يصاب بحالة نفسية من الامتعاض وهيك خلينا نقول الزعل شوي تستمر يوم يومين، وبين اللي بنسميه الاكتئاب المرضي. نحن لما نقول كلمة اكتئاب كأطباء منعني أنه الإنسان يعاني من إحباط وحزن وشعور بالتعاسة وشعور بالأسى بشكل يومي لمدة لا تقل عن أسبوعين متواصلين. فالفترة الزمنية مهمة جدا في تشخيص الاكتئاب. فنحن عم نحكي الآن هون عن اكتئاب الرجال، معناها عم نحكي أنه صار في تغيير واضح في حياة الرجل، أثرت على علاقته مع زوجته، أثرت على علاقته مع المولود الجديد، أثرت على عمله، على نظرته، على علاقته مع الآخرين. طيب يعني هل الاكتئاب هو سببه عدم الاهتمام من قبل الزوجة بعد الولادة، ولا الاكتئاب قد يحصل لأسباب أخرى؟ لا، كل تغيير عبارة عن نحن نسميه ستريس. نعم. وعلى حسب شدة هذا التغيير وحجمه حيكون له انعكاس على نفسية الإنسان. جميل. إما بالانعكاس الشديد السلبي أو ربما الفرح. يعني حتى الزواج يعتبر ستريس رغم أنه شغلة طيبة حلوة كتير، الولادة شغلة حلوة لكن ستريس. مع المولود، خصوصا المولود الأول على فكرة، أهم شيء أو أكثر شيء بتحصل المشاكل بين الزوج والزوجة. وإمتى بيصير الاكتئاب عند الرجال؟ عند بعد المولود الأول. في تغييرات كبيرة حصلت الآن في العائلة. ربما الزوج والزوجة صار لهم عايشين سنة سنتين خمس سنوات مع بعض، وفجأة تغيرت بنسميها احنا ديناميكية العائلة كلها. طبعا من ناحية فطرية الآن الأم بدها تهتم برضيعها، بده احتياج 24 ساعة منها. الزوج كان متعود على نمط روتين حياة معينة، أصبح بيحس حاله خلينا نقول بالعربي صفر على الشمال. أصبح في متطلبات مالية عليه، أصبح في تغييرات في البيت. ربما إذا كان فعلا مهتم هيك لازم الأصل يعني يصير، صار بده يصير عنده اضطراب نوم، صار بده يصير عنده زيارات للأطباء، يأخذ زوجته. إذا الإنسان بالأحوال العادية ما في عنده ضغوط حياة ما بيحصل عنده الاكتئاب، لكن إذا وردي مضغوط في حياته، في عمله، في شغله، وضيف له هالضغط هذا الجديد، هالمتغيرات الجديدة، فهون بيحصل ممكن يكون هذا عامل تريجر خلينا نقول للاكتئاب. طيب من هو الأكثر إصابة بالاكتئاب؟ هل هو الرجل أم المرأة؟ لا، المرأة بالتأكيد طبعا. المرأة في تغييرات هرمونية إلى علاقة، يعني تغييرات الاستروجين والبروجسترون اللي بتحصل تؤدي للاكتئاب أثناء يعني. الحمل بالتأكيد. الآن أصبح في كثير من الدراسات اللي تربط بين التغييرات الهرمونية بنسبة النواقل العصبية السيروتونين وإلى ذلك. فنسبة الاكتئاب عند المرأة على الأقل إذا بدنا نحكي عن الاكتئاب بعد الولادة من 3-4 أضعاف الاكتئاب عند الرجال. فهو بالتأكيد الاكتئاب عند النساء أكثر. طيب هل يختلف أسلوب الاكتئاب لدى المرأة عن الرجل؟ يعني بالتأكيد. بالنسبة للعوارض والأعراض. أي. عند الرجل لما بيحصل الاكتئاب ترى انفعالات أكثر، غضب أكثر، ترى الاعتماد، التدخين يزداد، ممكن يلجأ للشرب أو للإدمان حتى على المخدرات أحيانا، للهروب من البيت، للهروب أنه يطلع مع أصحابه، يكبر الأمور لأي شغلة بسيطة بينفعل بالغضب، بالإضافة لاضطرابات أو أعراض الاكتئاب الثانية. لكن هي ما بتلاقي عند النساء،
تلاقي عند الرجال أكثر مثلا معروف أنه التدخين يزداد بشكل كبير جدا. إذا كان الناس من اللي تشرب الكحول يزداد شرب الكحول كثير. طيب يعني طبيعة الرجل هو عندما يكون صاب بمشكلة أو شيء ينزوي بعيدا أو يذهب بعيدا أو يعني ما يحب أن أحد يخاطب، عكس المرأة بحاجة إلى من يستمع إليها وما إلى ذلك. طيب بالنسبة لموضوع الالتزام في الزواج، الرجل عندما يحس بالالتزام وعدم وجود حرية وأنه مقيد، هل هذا يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب؟ هلا هو حسب نظرته. نعم. لكن هي أحد النظريات أو أحد العوامل اللي في بعض ناس بيحس حاله أنه حياته أصبحت مقيدة أكثر بعد الزواج. بعد الزواج والآن صار في عبء أكثر بعد الأولاد، صار في عبء أكثر، فبيحس حاله انه حريته تقيدت اكثر واكثر، صار بده يصير متواجد اكثر، مسؤوليه اكثر ومسؤوليه اكبر. وللاسف اذا ما انتبه الزوج والزوجه للامر في البدايات، ممكن تكون هي بدايات الخلافات الزوجيه يلي منشوفها بعد عده سنوات للاسف انتهت في طلاق. وهون التحذير المهم جدا، انه الامر على بساطته يمكن علاجه في البدايه بشكل بسيط. اذا ترك، وخصوصا بعد تكرار الولادات وبعد تكرار الأولاد والانشغال الأكثر، فبيحس الرجل أكثر وأكثر أنه أصبح مهمل، أصبح لها، وبالتالي للأسف هذه النقطة بالذات دكتور يمكن نركز عليها، موضوع أن يصبح اهتمام درجة ثانية. يعني دائما الأم بعد ما الزوج تصبح أم اهتمامها بأولادها أكثر من الزوج، ويحس أنه مهمل. هذه يمكن الحالة تصيب الرجل بالاكتئاب أحيانا. خلينا نقول من العوامل، من العوامل اللي بتساعد على الاكتئاب بالتأكيد. وهون يعني أنا نصيحة لأخواتنا والزوجات كلهم، أنه بدهم يحاولوا، خلينا نقول يوفقوا بين الاهتمام بالأولاد بين الاهتمام بالزوج. يعني مثل ما الزوج لازم يهتم بالنواحي العاطفية للمرأة وهذا واجب عليه، المرأة كمان بدها تهتم بالنواحي العاطفية للرجل. لأنه المشكلة إذا الاثنين ما اهتموا، هلا ناحية فطرية أنه المرأة بدها تصير تهتم بالرضيع وتعطيه 24 ساعة، لكن كمان ما بدها تكون على حساب الزوج، أنه يحس حاله الزوج أصبح بس مهمته يروح يشتغل ويجيب الفلوس ويجيب الأكل ويعمل الشوبينج. هذه مشكلة الروتين في الحياة الزوجية، هذه مشكلة يمكن يعانيها كثير من الأسر والعائلات، خصوصا بعد ما يصير في أولاد وفي مسؤوليات، الرجل يخرج للعمل والصرف والأم ملتهية بالأولاد وبالطبخ وكذا، وتصير الحياة روتينية وما في تجديد. هالحالة يصير فيه اكتئاب يمكن حتى من الطرفين. هو هون بيصير فيه مشاكل زوجية أكثر، اختلافات زوجية أكثر، وهي بتكون مقدمة لبعدين حتى يحصل اكتئاب. هذا اكتئاب مختلف. نعم. الموضوع هذا مهم جدا، موضوع الروتين، موضوع التجديد، موضوع أنه يكون الزوج والزوجة على طول في وقت لهم لحاله، هذا ضروري جدا. ونحن بننصح دوما الأزواج، يعني الزوجة بعد أسبوعين ثلاثة بعد الولادة يتم في، والزوج لازم يأخذ زمان مبادرة. أنا ما بدي أحط العبء على الزوجة، يعني هو الزوج لازم يأخذ مسؤولية كمان، أنه يحس أنه في شيء، يأخذ زوجته يطلع يتعشى هو إياها. إذا التغيير بيد الزوج أحيانا. طبعا أنا ما بدنا نحط نحن كل شيء نحطه عليه. لا طيب ممكن هو يأخذ زمان. لو نتكلم عن بعض، قبل نختم معك الموضوع حول الطرق والحلول والنصائح التي من المفترض من كلا الزوجين أن يتبعوها حتى يتجنبوا موضوع الاكتئاب. مهم. أول نصيحة أنا بنصح. نعم. الأزواج، في أمر بصراحة بمجتمعنا غير شائع أبدا، غير موجود، يكاد يكون معدوم. قبل الزواج ما في أي تهيئة للزوج والزوجة على الأمر اللي مقدمين عليه. نعم صحيح. العلاقة بين الزوج والزوجة، كيفية الحياة الزوجية، هالأمر هذا معدوم بالكامل. رغم انه ممكن من خلال بعض الجلسات، او يا ريت لو احد هيك المتشجعين او المهتمين ياخذوه كبادره انه يعملوا دورات تثقيفيه للازواج قبل الزواج، هذا الامر الاول. جميل. الامر الثاني، قبل اول ولاده او ولاده اول طفل مهم جدا يعرف الزوج انه في تغييرات حتصير. هلا ممكن يقرا كتاب، ممكن يصير نقاش، ممكن يصير، يعني انا لازلت اذكر كنا في امريكا او قبل اول ولد عملنا بعض الدورات انا وزوجتي، رغم ان انا طبيب وزوجتي طبيبه، كان في بعض الدورات البسيطه هيك شو بتتوقع بعد الولاده. تعتقد مهمه دكتور؟ مهمه والله، انا شخصيا استفدت منها كثير. جميل. هذه مش موجوده، مش موجوده، معدومه، تكاد تكون، انا بقول غير موجوده ابدا، مع انها جدا مهمه ومؤثره في الحياه الزوجيه، بتخليك تعرف شو تتوقع وكيف بدك تنتبه. وبعدين يعني انا اذا كنت عملي كل يوم 12 او 14 ساعه، بدي اعرف انه الشهر او الشهرين اللي بعد الزواج لازم خفف ساعات العمل.
في ضغط جديد بالحياة، في تغييرات جديدة بالحياة، لازم أعطيها أولوية. فالأمر النصيحة اللي بنصحها أنه الأزواج والزوجات يعطوا فرصة لأنه يدرسوا هالفترة هاي، يتوقعوها شو التغييرات اللي بدها تصير. الأمر الثالث أنه إذا حصل أي شيء، هالتغييرات ممكن الإنسان هو ما ينتبه لها، مين بينتبه لها؟ اللي حوله بينتبه لأصحابه، ممكن تنتبه لأمه أو والده أو إخوانه أو حماته أو حماه ينتبه له. النصيحة، وللأسف هون في مجتمع لأنه تقول له روح لعند كونسلر يا لطيف، يعني نظر مثل ما تقول، يعني للأسف مجتمعنا لسه فيه هالنظرة السلبية المتشائمة أنه تروح لعند كونسلر ولا سايكولوجيست ولا طبيب نفسي. لا، روح استشير. أنا بقول للناس روح استشير، إذا طلعت الأمور كويسة وطبيعية وما فيها شيء بالعكس أنت اطمنت، انت ما بدك تنتظر لحتى يصير في مأساة في حياتك وتروح عند الطبيب. اكيد انت روح عند الطبيب كوقايه. فالامر الثالث، اذا صار في اي تغيير في الحياه، بدات تحس انه عم بياثر على حياتك الزوجيه، على علاقتك مع ابنك، على علاقتك مع الناس، استشير. يعني احنا في ايه كثير من بنحكيها، من ايه في القران احنا بنقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالانسان بده يسال وما خاب من استشار، ما بده يسال الانسان اللي عنده. فالامر هذا. الامر الرابع اللي بركز عليه والاخير، العلاج بسيط. للاسف كثير من الناس يظنوا ان زياره الطبيب النفسي معناها الانسان فقد عقله، معناها الانسان فقد يعني بيهولوه. الامر ابسط بكثير مما يظنون. زياره الطبيب النفسي اول شيء بتشوف اذا انت عندك مشكله، واذا كان فعلا موجود اكتئاب، انا بقول للمشاهدين كلهم علاج الاكتئاب إذا كان في بدايته علاج بسيط جدا، ربما عبارة عن بعض الجلسات السلوكية التعديلية النفسية، أو إذا احتاج دواء أدوية بسيطة جدا. جميل جدا، نشكرك دكتور يوسف أبو لبن على هذه المعلومات المهمة، ويمكن لنا أكيد بيكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى من خلال حلقات على الموعد. إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.